ثلاثة مخرج. موضوع الكلاب قلنا لكم 50 مرة، عطوا البنغالي نص دينار يخلصتم القضية، بس يطلعوا لنا على قضية حقوق الحيوان ما حقوق الحيوان. عند دوار الفحم بالشويخ ما شاء الله عوائل عوائل، فمسكين هذا المواطن كل يوم يروح دوار الفحم يصور لي ويقول لي شوف يا ابو احمد، شوف يا ابو احمد، شوف يا ابو احمد. اذا ما حطيته اذا كان في قضيه مهمه الدوله مو متحركه بيروحون يتحركون حق على الكلاب؟ ما هي الكلاب، اعطهم تقليل الكلاب عند دوار الفحم لشويخ. الحين بصور لك يا محمد المله، شوف شلون يلحقون الكلاب. يعني اعتقد ان الموضوع في خطر على الماره في هذا دوار الفحم. الحين بواريك شلون، شوف شلون يلحقوني الكلاب، شوف شو كثرهم قاعدين يا محمد الملي، داير ما يدور الدوار. شوف هالكلاب، شوف شوف شوف، هاو 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 هاو، وينهم؟ تعال هاو هاو هو 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 هو. شفتهم شلون ياوني هاجموني؟ طالة 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 طالة. هذا مو خطر على الشعب وعلى الناس وعلى المارة. تروح مستشفى الصباح تلقى كلاب، تروح مطار الكويت اللي برا المساحة تلقى كلاب، تروح بعض الجهات، تروح منطقة يابر الأحمد ومنطقة سعد العبد الله تروح صوب المصانع. زين ايش السالفة؟ رد نجيب الكوريين